ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، مرحبا بك. إذا آلاف من حالات الاعتداء يتعرض لها المسلمون سنويا سواء في أوروبا أو أمريكا أو حتى كندا، كيف تنظرون لهذه الظاهرة وإلى ما ترجع تزايدها في المدة الأخيرة؟ يعني هذه الظاهرة هي موجودة في كل مكان وزمان، والحقيقة بالتحديد هنا في أمريكا ربما ازدادت الفوبيا بعد أحداث 11 سبتمبر، ولكن السؤال مدى تأثيرها على العلاقات والعلاقات المسلمة أو سبقتني بالإجابة. نعم، هناك سؤال تحديدا، ولكن الآن يعني إلى ما ترجع هذه الظاهرة في المدة الأخيرة قبل أن نبحث في يعني آثارها؟ حتى أكمل الفكرة، أنه تفضل. الظاهرة لا تؤثر على العلاقات بالمجتمع الغربي عموما والمجتمع الأمريكي. ليش؟ لأنه هذه الدول تحترم حكم القانون، وهذا موضوع مقدس بالنسبة لها قبل حتى الديانة. الفوبيا من الإسلاميين موجودة حتى في الشرق الأوسط، ولكنه في دول فاشلة مثل العراق تظهر تجاوزات حتى من السلطات، ولكن هنا موجودة في كثير من الناس يعانون، أو هناك تحديات في المجتمع ضد المسلمين، ولكنها لا تؤثر على العلاقات، علاقات الأفراد ما بينهم وعلاقات الأفراد مع الدولة والمؤسسات. نعم. هذا اللي نريد نقوله. وبعدين بالمقارنة، إذا أردنا نقارن بين السلطات الحكومية في أمريكا والسلطات في الشرق الأوسط، تلاحظ أنه حتى القرارات اللي أصدرتها الإدارة الأمريكية بإعادة ترامب ضد الأقلية المسلمة كلها تقريباً رفضت اجتماعيا ورفضت قضائيا، بينما في العالم العربي حتى الطائفيه الان صارت ممارسه مؤسساتيه تمارسها المؤسسات والسلطات الدوله. نعم، انت تجري مقارنه، نحن نريد بحث الموضوع فقط في دول الغرب. هل لصعود اليمين المتطرف في الغرب يعني دور في تزايد الكراهيه تجاه المسلمين في الغرب عموما وليس في امريكا؟ نعم، اصلا ظاهره صعود المحافظين الجمهوريين وغير الجمهوريين والمحافظين في بريطانيا وغيرها من الدول كانت نتاج المخاوف المجتمع المسيحي من المهاجرين المسلمين الذين اصبحوا ظاهره موجوده في كل المجتمعات. هذا صحيح، ولكنه ارجع اقول ان تاثيرها على حريات وحقوق المسلمين محدودة جدا في العالم الغربي. أما من تتحدث على في بورما أو بقية الدول هذا موضوع آخر معقد مرتبط بموضوع الهجرات والتحديات الإقليمية. شكرا جزيلا لك. هاتفيا من واشنطن رئيس مركز الوطني للبحوث والدراسات سيد كامل حساني.